أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. الرئيس السيسي يترأس اجتماعا عاجلا لمجلس الوزراء. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا عاجلا لمجلس الوزراء بكامل تشكيله بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة والمتعلقة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. واستعرض خلال الاجتماع رئيس مجلس الوزراء تقريرا عن زيارته للأسكندرية بالأمس، أشار خلاله إلى الجهود التي تم بذلها من كافة الوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتدارك الموقف ومعالجة آثار الأزمة التي أثرت بشكل شديد على حياة المواطن. دار الإفتاء لا يجوز شرعا التأثير على إرادة الناخبين بأي وسيلة. أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعا للمرشح في الانتخابات الرئاسية استخدام أمواله سواء كانت مادية أم عينية في التأثير على إرادة الشعب، وطلبت جميع المرشحين أن يكونوا أمناء في أنفسهم صادقين في وعودهم. الخارجية، إقبال المصريين بالخارج على جولة الإعادة متوسط وإيجابي. أكد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المعني بمتابعة الانتخابات بالوزارة أن إقبال المواطنين المصريين بالخارج على التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب متوسط وإيجابي، خاصة وأن اليوم هو يوم عمل في الدول العربية والغربية. وأوضح لوزا أن عدد من أدلوا بأصواتهم حتى الآن على مستوى العالم يبلغ حوالي 4000 شخص في جميع السفارات حول العالم، فيما عدا أمريكا الشمالية والجنوبية والتي لم تفتح بعد أبوابها نظرا لفارق التوقيت. الجيش يرسل كميات إضافية من السلع لأهالي الأسكندرية. أصدر الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قرار بسرعة إعداد وتوزيع كميات إضافية من المواد الغذائية والمهمات والأغطية المقدمة من القوات المسلحة للمعاونة في تخفيف العبء عن المواطنين المتضررين من أبناء محافظة الأسكندرية، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة لدعم أجهزة الدولة والتغلب على الآثار الناجمة من موجة الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة الأسكندرية. وإلى نشرة الأحوال الجوية، طقس الثلاثاء معتدل على السواحل الشمالية حتى القاهرة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية الثلاثاء أن يستمر تكاثر السحب الممطرة على أغلب أنحاء الجمهورية حتى القاهرة، غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تصل إلى حد السيول. ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين 2 إلى 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.